السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. أنا النهاردة بإذن الله هنبدأ في حل أول لاب من ضمن أربع لابات كتطبيق عملي على الأي بي في 6. والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل اللاب ده، هنطبق الريب نيكست جينيريشن. والريب نيكست جينيريشن هو إصدار من الراوتينج بروتوكول الريب، بس في تعامله مع الاي بي في 6. تمام، هنتعلم في المحاضره دي ازاي نكونفيجر البيزك كونفيجريشن بتاعت الاي بي في 6، ازاي ادي اي بي هنا، ادي اي بي هنا على كل راوتر، وان كونفيجر الريب باذن الله سبحانه وتعالى. المطلوب اللي عندي في اللاب ده كونفيجر بيزك اي بي في 6 ادريسنج اون ايتش راوتر، وبعد كده كونفيجر ريب نيكست جنريشن بتوين اول راوترز سو اول بي سيز كان جيت تو ايتش اذر، عشان كل البي سيز تقدر تروح لبعضها. طيب ادي اللاب عندي اهو، هنبدا من عند ار 2. تمام، طبعا كونفيجريشن دايلوج نو. اوكي، ها ممكن نفتح بقى ايه من كل الكونسولز من هنا. تمام، ومن R2 enable conft ممكن نكتب بقى ايه، لوجين، لا line con 0، وبعدين لوجين كونس لوجين سينكرونس عشان ايه رسائل syslog. اول حاجه IPv6 unicast routing، من غير الامر ده الراوتر مش هيبقى عنده قدره على انه يفرود باكيت IPv6 من نتورك الى نتورك، فلازم نفعله الاول. ثم هنخش على فاست ايثانيزيو سلاش 1، نديله اي بي في 6 اد، المفترض الشبكه بتاعتي 2001.1.2. تمام، فهديله مثلا 2001.1.2 2 دبل كولومز 1 سلاش 64 نو شط، بس كده. هندي برضه فاست ايثانيزيو سلاش 0، بس بدل الاثنين هنخليه 8، بعدين نو شط. حلو قوي. نروح على ار 1. تمام، ار 1 طبعا ده يبقى هياخد منا وقت شويه عشان احنا عندنا اربعه انترفيس. اوكي، هنديله في كل سبنت 2، يعني هنا 2001 2001.1.8.2 2001.1.7.2 2001.1.6.2 2001.1.9.2. تمام، فبحيث الراوترات الايه الطرفيه دي هدي لها ايه واحد في السبنت الوان دي. اوكي، enable conf t line con 0 logging synchronous. تمام كده، بعدين اي بي في 6 unicast routing، ثم بعد ذلك هنكتب انترفيس فاست ايثانيزيو سلاش 0 اي بي في 6 1000 address 2001.1.8.2 slash 64 no shut، وبعدين fast ethernet 0 slash 1 بدل ال 8 هيكون 9، وبعدين no shut، وبعدين fast ethernet 1 slash 2 slash 0 2 slash 0. اوكي، وبدل ال 9 هيكون 7 و 2 slash 1. اوكي، بدل ال 7 يكون 6، اها no shut. عظيم كده، خلصت اهو ار 1. تمام، ناخد بقى ايه، نروح الى ار 3. تمام، نو هنعمل بس النو دي على كل الراوترات عشان بتاخد وقت شويه. تمام، بحيث ان انا ايه ما اضيعش وقت. تمام، enable conft host name، لا بلاش هوست نيم، مش لازم، لاين كون زيرو لوجينج سينكرونس، ثم اي بي في 6 يوني كاست. اوكي، يوني كاست راوتينج. تمام، ثم نخش على فاست ايثرنت. فين راوتر 3؟ راوتر 3 ده اللي تحت. اوكي، فبالتالي فاست ايثرنت 0 0 اي بي في 6 ادرس 2001.1.7 بعدين 1 سلاش 64 نو شوت، وبعدين 0 سلاش 1. يا ترى الشبكه ايه بتاعت 0 سلاش 1؟ 2001 بدل ال 7 نخليه ايه 3. اوكي، وبعدين نو شت. عظيم، نخش على راوتر 4، نيبل كونف كنترول كنترول شيفت 6. تمام، انيبل كونف تي لاين كون 0 لوجينج سينكرونس، ثم فاست ايثرنت 0 سلاش 0 ماشي 2001.9. تمام، اي بي اد 2001.1.9 1 سلاش 64 اوه اوكي تمام صح كده، بس 2001 دي هنعملها اي بي في 6. اوكي عظيم، نو شوت، وبعدين 0 سلاش 1. انا عارف هتقول لي يا باشمهندس احمد انت نسيت الاي بي في 6 يونيكاست راوتينج،
لك تمام يا باشا، هو الاي بي في 6 يونيك اشتراكات كتبناها هنا، واعتقد برضو على R3 برضو لازم نكتبها اي بي في 6، ممكن بي في 6 يو ان. ايه ده؟ طب يوني اهو. تمام. طيب R5، خش على R5 يا سيدي. enable confT اي لاين كون زيرو لوجينج سينكونس اي بي في 6 يوني، وبعدين فاصل ايثرنت يوش لزيرو اي بي في 6 اد 2001 6 لا 1 6 1 سلاش 64 نو شوت، وبعدين فاصل ايثرنت يوش لاش 1 اي بي في 6 اد 2001 1 5 1 سلاش 64 نو شوت. حلو كده خلصت اهو. ممكن تعمل بقى، بص يا سيدي، هنا دو شو اي بي في دو شو اي بي في 6 انترفيس بريف، وممكن تعمل اكسكلود ان اساين، يعني هيجيب لك الاكسكلود ان اساين دي كانت تشتغل مع الاي بي في 4 اعتقد. هنا هتلاقي فيها ايه مشكلة. ممكن تكتب اكسكلود، ممكن تكتب اكسكلود داون. اوكي. انا طيب او دو شو اي بي في 6 انترفيس بريف اهو. ده هنا بص، فاصل ترانزيشن لزيرو ده الاي بي بتاعه، ده اللينك لوكال اي بي بتاع الفاصل ترانزيشن لزيرو، ده اللينك لوكال بتاع الاي بي بتاع ايه 0 سلاش 1. عظيم. طيب كلام، وده الجلوبال اي بي بتاعه. حلو. نبدا بقى كونفيجريشن الريب. حلو قوي. نروح نرجع من نبدا من ار 1. اول حاجه الراوتر ريب، تمام؟ بس تكتب الاول اي بي في اي بي في 6 راوتر ريب، وتدي له اسم، دي له ايه اسم. حلو كده. بيسموه اليوزر سيلكتنج سترينج، تمام. طيب هنسميه مثلا ريب ان جي. حلو. وبعدين هكتب ايه بعد كده؟ مش هتكتب اي حاجه، هتطلع اكسل. ثم هتروح على رينج فاصل تاني 0 سلاش 0 الى 1 و 2 سلاش 2 سلاش او 2 سلاش 0 2 سلاش 0 الى 1، تمام. دخلت على الرينج بحيث لميت الاربع انترفيس دول. حلو يا سيدي. ثم بعد ذلك هتكتب امر اسمه اي بي في 6 ريب. حلو. وتكتب اليوزر سيلكتد سترينج نكست جنريشن، بعدين انيبل. تمام. طيب كلام جميل قوي، كلام جميل قوي كده. عملت الايه كونفيجريشن اهو، الريب من على R1 و R2 R3، انا اسف، من على R1 في الاتجاه الى R2 R3 و R4 و R5، يعني عملته على كل الانترفيسز دي. نعمل بقى ايه كونفيجريشن ريب على R2 راوتر ريب ريب ان جي اي بي في 6 راوتر ريب ريب ان جي. ثم نطلع بقى على انترفيس رينج فاست ايثرنت 0 سلاش 0 الى 1 اي بي في 6 ريب ريب ان جي انيبل. تمام. عملته كده على R2 برضو. نروح على R3 اي بي في 6 راوتر ريب ريب ان جي، وبعدين نخش على انترفيس رينج 0 سلاش 0 الى 1 برضو اي بي في 6 راوتر ريب، ده اي بي في 6 ريب 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 ان جي انيبل. ونروح على R4. تمام. اي بي في 6 راوتر ريب ريب ان جي. ثم نخش على الرينج فاصل ثاني 0 سلاش 0 الى 1 الى 1 اي بي في 6 ريب ريب ان جي انيبل. ثم برضو R5 برضو اي بي في 6 راوتر ريب ريب ان جي رينج الى 1 اي بي في 6 ريب ريب ان جي انيبل. بس كده. وبالتالي تعالى بقى نروح مثلا من R2 نعمل ايه، مش شو اي بي راوت، لا اسمها شو اي بي في 6 راوت. دوس انتر، او ممكن تكتب كده اي بي في 6 راوت ريب، يبين لك الراوت النتوركس اللي عرفها R2 ثرو ريب. تمام. فبيقول لك ان انا عارف 2001 4 فين 2001 4 ده اللي هنا عند R4، و2001 5 اللي عند R5، 2001 فين 2001 3 هو مش كاتبها هنا، 2001 3 مش كاتبها، هو كاتب الاربعه والخمسه، الاربعه والخمسه اللي هم دول. تمام. كاتب لك التسعه والسته، التسعه اللي هي دي والسته دي، هو بقى مش كاتب لك السبعه ولا دي. طب فتعالى ايه نعمل مره تانية، يمكن يكون ملحقش. طب تعالى نروح الى R3 شو اي بي في 6 راوت ريب. ده هنا ما اتسطبش على R3. طب شو اي بي
في 6 انترفيس بريف، نشوف الانترفيسز اب اب كلها. طب شو اي بي في 6 راوتر ريب، لا شو اي بي، انا اسف، شو اي بي في 6، لا شو ران سيكشن راوتر ريب. اوكي طيب اي بي في 6 راوتر ريب ماشي، معمول اهو ريب نيكست جنريشن. طب شو ران فاست ايثرنت 0 سلاش 0 يمسك الريب ان جي انيبل. ها اوكي، وبرضو طب 0 سلاش 1 برضو اهو ريب نيكست جنريشن. طب ايه بقى المشكلة؟ طيب نبينج كده من R3 على R1 2007 1 7 2. بص هو كده R3 مش عارف يروح الى الاي بي بتاع 2001 7 اللي هو على 2 سلاش 0 على R1، فبالتالي نروح على R1 كده ونشيك دو شو اي بي انترفيس بريف. ده في ثواني. ده 2 سلاش 0 از داون، تمام كده از داون، فنخش على 2 سلاش 0 نو شوت. حلو كده، ده تي شوت اهو سريع. طرد بنيجي نعمل ريبيت هنا مثلا 1000 اهو، خلاص هو دلوقتي عارف يبينج اهو على R1 خلاص. شو اي بي في 6 راوت، المفترض كده يكون خلاص دخل في الرب اهو، وبالتالي لو انا رحت الى R2 هلاقي اللي هي ال 2001 3 موجوده عندي هنا فوق خالص اهي. حلو قوي، تمام. التي شوت اوقات ما يكونش الحاجه اللي بمزاجك انت تحطها في المحاضره او لا، اوقات وانت بتعمل اللاب على المحاضره وتطبق اللاب على المحاضره تظهر قصادك شويه تركات في التي شوت. طيب احنا كده يعتبر اهو بفضل الله خلصنا اللاب ده، وده رقم كام؟ لاب رقم 31. انا يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.